كشف المرصد الأورو متوسطي لرصد زلازل تعرض منطقة مراكش جنوب وسط المغرب صباح اليوم الخميس تعرضها لهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة على سلم ريشتر هما ماشي بشر هما إخوة بحالنا وحسن منا ومن كان الصلاة كنصليو كاملين في واحد الصف لأن ما فهمتش أنا يعني كتجيبوا الحوايج اللي عامرين الحوايج مقطعين والحوايج موسخين وسحاب لك هذا الشيء أنا رضا نعطيه الإخوة ديالي لا والله إلا حشومة عليكم واش هادو الحوايج كيتعطاو غير قولوا لي واش هادو الحوايج كيتعطاو والله الا عيب وعار عليكم هادشي ما كيتبوينت اوتي في هاد الفيديو غادي نهضروا على هاد اليرتا اللي الاغلبيه او كلنا يعني توصلنا بهاد اليرتا ديال كاتالونيا ديال بروتيكسيون سيفيل غادي نشرحوا هاد الاليرتا كذلك اخوتي يعني كنظن يعني كنا كنشوفوا الفيديوهات يعني ديال هذا الهولندي اللي هو كيقول العالم ديال الزلازل غادي نهضروا على هذا السيد اللي كيخلعنا بزاف هاد الايامات ودائما كيخ... يعني دائما ملي كتكون شي هزه ارضيه او زلزال كيخرج وكيبقى يقول باللي غادي يكونوا غادي يكونوا والناس مخلوعه غادي نهضروا على هذا الهولندي وكذلك غادي نهضروا على طريقه جديده اللي نقدروا يعني نساعدوا بها هنا خاصه في برشلونه يعني هنا الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي بشراكه مع القنصليات المغربيه يعني طريقه جديده باش نعاونوا بها غادي نشرح لكم كذلك في هذا الفيديو غادي نهضروا وغادي نهضروا على هزه ارضيه جديده يعني ارتداديه بالي غادي يكونوا بزاف ديال كاين هما ديما كاين هزات ارتداديه وهي اللي كيهضر عليهم هذا الهولندي وغادي نشوفوا في خبراء ديال الزلازل هنا في اسبانيا كيشرحوا كيقولوا بلي هذا الشيء هذا راه عادي انها تكون هزات ارتداديه وكيتقال هذا العالم الهولندي كنتمنى اخوتي هذا هاد الفيديو يتبارطاج على اوسع طيب لان الناس مخلوعه من هاد صافي نهار 19 عاد يعني عطينا حتى الوقت محدد فوقاش غادي يضرب مالي هذا بحال داك بحال داك السيده العجوز اللي كانوا كيشوفوا الشهر ديال رمضان ومن شافته هي الناس صفقوا لها او كيفاش يعني مرا موسينا شافت من بعد ما شافت داك الناس يعني كيصفقوا لها وهذا قالت لهم وراء واحد اخر هذا الشيء كينطبق على هذا اللي كيدعي على انه عالم الزلازل الهولندي كيقول بلي غادي يكون تسونامي الناس مخلوعه تسونامي وغادي يكون اه يعني زلازل ضربات اكثر قوه يعني من الضربه ديال مراكش خوتي عطيونا لايكات ديالكم كثرة كذلك غادي نهضرو على البطل المغربي ابو زعتر اللي عنده نداء ورساله للجاليه المغربيه اللي كيجيبوا المساعدات باش نصيفطوهم للمغرب كذلك الجاليه انا في اسبانيا بعض الناس بعض الناس الله يهديهم اللي كيجيبوا حوايج مستعمله كانت عندهم في الدار كانوا غادي يصيبوها فكيرسلوها وهاد الحوايج كامله كتصيب في الموانئ مالي؟ يعني بعض الناس ما كنعموش نجعل يعني ما نخليو هذه الحمله نخليو العالم منبهر وكيهضر علينا بهذه الايجابيه يعني كل شيء يعني منبهر من هذا التلاحم وهذا التضامن ديال المغاربه نخليكم مع هذه الفيديوهات في الاخير غير هو عطيونا لايكات ديالكم بكثره ونمشيو للتفاصيل نشرحوا بعدا هذا الاليرتا اللي رسلاتها يعني جيناري... جينيراليتا دي كاتالونيا بالي الساكنه ربما يكون الناس تخلعوا ولا هذا باش نوضح لكم هذه الحوايج هذه مزيانه اخوتي تعطينا ديالكم شو التفاصيل كشف المرصد الأورو متوسطي لرصد زلازل تعرض منطقة مراكش جنوب وسط المغرب صباح اليوم الخميس تعرضها لهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة على سلم ريشتر وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني أن الهزة وقعت في تمام الساعة السادسة و53 دقيقة بالتوقيت المحلي وكانت على عمق 10 كيلومترات وحسب المرصد فإن المغرب تعرض لنحو أربع هزات ارتدادية أمس تراوحت قوتها ما بين ثلاثة وثلاثة 3.5 درجة في منطقة الحوز تسببت في سقوط صخور أدت إلى إصابة مصور لإحدى القنوات الفضائية كما طلب من السكان ومن الطواقم الصحفية مغادرة المنطقة على الفور ومنذ الجمعة الفائت يشهد وسط المغرب هزات ارتدادية متتالية في عقاب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد بقوة سبع درجات وأسفر عن مقتل الاف الضحايا والمصابين كما الشوخة المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان السلام عليكم وتحيه طيبه للجميع كانت هذه كانت هزه يعني ارتداديه باقليم الحوز وهذه الهزات يعني هي جد عاديه من بعد يعني الضربات القويه وجايبين يعني من بعد يعني الزلزال ديال الحوز يعني كانت بزاف ديال الهزات ارتداديه يعني هذه حسوا بها الناس شويه كما شفتوا معنا في, الفيديو وهذا الشيء راه جد عادي من بعد يعني الخبراء والعلماء ديال الزلازل كلهم كيقولوا هذا الكلام يعني كلهم كيتوقعوا على انه كتكون هزات ارتداديه حتى هنا كل شيء مزيان يعني كانت واليوم كانت شويه طالعه بدرجات 4.6 آه هذا فيما يتعلق بهذا الهزه الارتداديه ديال صباح اليوم وهنا نشوفوا الاليرتا ديال بروتيكسيون سيفيل هنا آه بروبا دي اليرتا وهذا الشيء راه هضروا عليه جينيراليتاد يعني البارح باللي في اليوم في العشرة ديال الصباح كانت غادي تكون هاد آه اليرتا يعني في غادي نتوصلوا بها في جميع الهواتف ديالنا وهذه فقط بروبا يعني تجريبيه باش الى قدر الله مستقبلا كانت هذا بحال لي شحال هذه في اسبانيا يعني هذا ما كيعنيش انه غادي تكون شي حاجه نو no. هذه جات يعني تزامنا مع هذه الضربه وصافي هذه ما عندها حتى علاقه بهذا الزلزال اللي وقع او لا بهذا الكلام اللي كيقولوا هذا العالم الهولندي نو no. يعني هذا الشيء هذا من قبل وقيل هذه شي عام راح حتى اسبانيا وفي دول اخرى راه عملوا هاد التجارب هادي غير باش نوضحوا الناس اللي اللي توصلوا بالهواء والناس ديال كاتالونيا كلهم توصلوا يعني بهذا الانذار التجريبي تجريبي فقط بالي هنا مكتوب بالكاتالونيا اليرتا بروتيكسيون سيفيل بروبا دي alerta دي بروتكسيو سيفيل دي لا دي كاتالونيا اس يعني واحد التجربه فقط بالي هذا وبلا ما نعيطوا وكيذيفوا هنا يعني واخا توصلوا بهذا الشيء ما نعيطوش النمره نم... ديال الاميرجنسي اللي هو 112 بالي هذا كان الشرح ديال هذا الاليرتا ودابا يعني نمشيو نشوفوا هذا آه الذي يدعي انه خبير وعالم الزلازل هذا الهولندي اللي ديما يعني مؤخرا في الزلزال ديال تركيا عاود كان كيخرج فيديوهات يوميا كيقول باللي غادي تكون هزات ارضيه اكثر من اللي كانت وهذا وهذا هذا يا اخوتي هذا العالم هو فقط يعني يستغل هذه الظروف يعني واش عالم وخبير يعني كيجلس كي في قناه ديال اليوتيوب عنده قناه ديال يوتيوب كي في فين فين عمركم الشوا كنقول كن كن هذا الكلام لان هاد السيد هذا ارسلوه لي المئات ديال الناس الناس خوفانه يعني ولهذا كنطلبوا منكم انكم تبارطاجيو هاد الكلام اخوتي باش الناس يعني راه اللي فيها يكفيها ما نزيدوش عباد الله فهاد العالم هذا الذي يدعي انه عالم يعني العام اللي فات راه كان كيخرجنا بنفس الفيديوهات وموقع تشي شي حاجه واش تفهمنا يعني اذا اذا شفتوها ولا ارسل لكم الناس هذه الفيديوهات فهاد السيد هذا باغي يطلع القناه ديالو هذا وصافي كيستغل هذا الظرف يعني باش يطلع قناه لانه كيهضر في قناة ديالو في اليوتيوب لان كاين فيديوهات ديالو كثيره وكثيره بزاف هذا يعني فيما يتعلق بهذا الذي يدعي انه عالم الزلازل الهولندي والله الا الناس يعني واخذين الموضوع بجديه راه صافي نهار 19 تسونامي هذا صافي فهمتي دابا السيد هذا عارف يكون تسونامي وهذا هو قال في القناه ديالو كيزيد دي يسجل الفيديوهات المهم أه وهنا أه كاين واحد لـ لـ البلاغ من القنصليه العامه للمملكه المغربيه بمدينه برشلونه اللي كتقول فيه تنهي القنصليه العامه للمملكه المغربيه ببرشلونه الى علم جميع افراد الجاليه المغربيه المقيمه بدائره أه نفوذها أه ان الوكاله الاسبانيه تتعاون آه للتعاون الدولي للتنمية آه اللي هي هذه بالي بشراكة مع السلطات المغربية قد آه أنشأت موقعا آه إلكترونيا أو منصة إلكترونية آه لتدبير أفعال آه لتدبير فعال لمساعدة الإنسانية والمساهمات التي ترغب في تقديمها سواء جمعيات الإسبانية والأفراد أو فعاليات المجتمع المدني لأجل تقييم مساعدات الإنسانية الموجهة إلى المناطق المتضررة من زلزال المملكة المغربية وعلي المرجوم الذين يرغبون في تقديم هذه المساعدات الولوج إلى الرابط الثاني اللي هو هذا اللي غادي نخليه لكم والوكالة هي هذه باش نزيد نعرفكم عليها هي هذه كما كتشوفوا معنا هنا في الصورة ماليا خينسيا اسبانيولا دي كوبوراسيون انترناسيونال بارا el desarrollo. الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالي هي هذه. وهنا نمشيو ل يعني الفيديوهات هذا هذا هاد الفيديو كنتمنى البارطاج ديالو اخوتي باش حتى الناس ترتاح بالي لما فيه يعني من ترهيب وتخويف الناس يعني من بعد هاد الهزه الارضيه ديال ديال اقليم الحوز بالمملكه المغربيه فكما قلت لكم فهاد السيد اللي كيدعي انه عالم وخبير يعني في, في الزلازل ديما كيخرج لنا بهاد الفيديوهات وكيخلع عباد الله دابا كل شيء لا حديث دابا في مواقع التواصل الاجتماعي الا عن هاد السيد هذا اللي قلت لكم عنده قناه في اليوتيوب وصافي فقط كيركب على هاد الموجه ديال دائما ماشي هذه المره الاولى وكيبقى يخرج لأنه غادي تكون يعني اصلا اصلا يعني الزلازل ما ما ما, كي ما كتكونش أه كيفاش غادي نقول لكم ما بغاتش يعني حتى شي واحد ما كي ما كيتوقع ما, ما كتكونش توقعات سابقه ديال الزلازل انه غادي يكون زلزال فالا هاد الخبراء عادي عادي يعرفوا باللي غادي تكون زلازل وغادي يعلموا الناس والناس غادي يخويو الديار وهذا ويضرب الزلزال على خاطره هنا السيد هذا كيقول المنطقه البحر الابيض المتوسط بما ان يعني الزلزال ضرب هنا وصل في اعلان يعني هذا ديالو حتى الاسبانيا البرتغال وهذا فكيكرر يعني نفس داكشي اللي وقع واش هو لهذا موتا ترانكيليتاد وهذا السيد هذا راه غير كيخربق وصافي ما لان لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى مالي واصلا ماشي الارصاد الجويه غادي كيكون داك التوقعات هذا غادي تطيح الامطار معروفه ولكن الزلازل ما كاينش توقعات او تكهنات انه غادي تكون زلازل وغتضرب هذا الشيء ما كاينش اخوتي وكنتمنى هذا الكلام يعني يوصل للناس والناس تعيش الحياه ديالها يعني بشكل طبيعي وقل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا صافي حنا ما بقاوش نتوقعوا نبقاو نعيشوا نبقاو حنا نشوفوا شنو غادي يوقع هذا وفوقاش غادي نموتوا ولا هذا فراه سينو غادي نحماقوا اخوتي ولهذا ما ديوهاش في الناس بحال هادو هذا ماشي وقت ديال هاد الاخبار بحال هادي دابا هاد شنو كيبغي يوصلنا هاد السيد شنو صافي نتوقفوا على الحياه وهذا ونستناو داك النهار لي هو تسونامي التورنيمات ما عارفين يعني البحر غادي يفيط علينا كامل صافي اذا شي واحد ما غادي يعيش على حساب الكلام ديال هذا السيد هذا وناس بحال هادو الصراحه خصهم يكونوا مراقبين يعني ما ما عندهمش الحق يقولوا داكشي اللي بغاو خصوصا اذا كان داكشي اللي كيقولوا انه يعني كي كيرهب الناس صراحة انا والله ما كنفهم كيفاش هاد الناس هادو يعني عندهم الحريه الكامله انهم يقولوا اللي بغاو ودابا اخوتي خليكم مع فيديوهات ديال اه ناس لي للاسف يعني بعض الناس وحنا شنا هذا هذا ما ما ما, ما غاديش يعني ينقص من داك الشيء ديال المغاربه ديال التلاحم والتضامن ديال المغاربه وهذا الشيء بشهاده العالم ولكن كاين الناس للاسف كاين حتى النصابه احنا كنشوفوا فيديوهات كاين هذا الشيء الصالح والطالح راه كاين في العالم كامل حنا ما كنقولوش الدوله ديالنا والناس ديالنا كنا ملائكه وكنا رانو نو كاين وهاد الناس اللي غادي نهضروا عليهم بحال هاد الناس ما ربما كاين اللي بحسن النيه ما عندوش داك الشيء هذا بغى هذا ولكن كاين كميات كثيره اللي تلاحت شنا ابو زعيطر كيهضر على هذا الشيء وشفنا يعني آه ناس هنا من برشلونه عاود كيهضروا على هذا الشيء نخليكم مع هاد الفيديوهات انا ما نطولش عليكم بزاف آه نتمنى البارطاج ديال هاد النوع ديال الفيديوهات خصوصا فيما يتعلق بهذا السيد اللي كيدعي انه عالم وخبير الزلازل وكيخرج فيما كانش الزلزال كيخرج ضرب عباد الله خليكم مع هاد الفيديوهات تهلاونا في راسكم هاركوم مبروك بالصحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في شي ناس كنقول لهم هنا اللي جاو يساعدونا يوصلوا لنا والله الاخوان ديالنا مسلمين لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه بحال اللي كتحب لنفسك حنا كلشي سواسيه شنو صعب لك ان هذيك الناس اللي ضاروا وحصل لهم زلزال هما ماشي بشر هما اخوه بحالنا واحسن منا وما كان تقام الصلاه كنصليو كاملين في واحد الصف لان ما فهمتش يعني انا كتجيبوا الحوايج اللي كانت عامرين الحوايج مقطعين والحوايج موسخين وصعب لك هذا الشيء انا نرضى نعطيه الاخوه ديالي لا ما يمكنش ودليله تبارك الله عليها اللي كانت صداقه بهذه المبادره هي وصراحه الله تشهد الله العظيم لا السلام عليكم كلشي كيهضر على هذا الجاليه الجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا حدود بارسالونا والله الا حشوم عليكم واش هادو حوايج كيتعطاو غير قولوا لي واش هادو حوايج كيتعطاو والله الا عيب وعار عليكم اسمعني اش هادشي ما كيتعطاش حشومه واش هادوك اللي غادي نصيفطو لهم المعاونه واش باشار ولا حيوانات ولا شنو زعما عيب عيب حنا قلنا اللي بغى يعطي شي حاجه في سبيل الله الله يجازي بخير يكون يعطي شي حاجه في المتناول ماشي هاد الشيء حشومه عيب عار شوف شوف على الفضيحه يلا دابا هذا دابا هذه لمن غتديها هذه دابا مثلا لمن غتديها يقولوا لي لمن غتديها العار يلا لا حول ولا قوة إلا بالله زعما الله يسمح لكم وحق الله الناس اللي داروا هاد الشيء والله إلا الله يسمح لكم وصافي إنسان يا إما يعطي صدقة كاملة يا إما يعطي الدعاء فقط